اهلا بيكم في الجزء الاخير من الاهلي الليله. النهارده مع نجمتنا كابتن مي هشام وقرارات مفاجاه كثيره لجمهور النادي الاهلي. لازم نفتح مع الحوار عن قرار اعتزال كابتن مي هشام. كابتن مي هشام منورانا ومشرفانا. بنورك يا كابتن خالد. عندنا حاجات كثيره بس خلينا نطلع التقرير. تقرير ماشي عن كابتن مي هشام نجمتنا كابتن النادي الاهلي في كره اليد للسيدات وقرار الاعتزال. لكن خلينا نطلع عليه في او وترجعوا لنا مره ثانيه. مي هشام كابتن الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي أعلنت منذ أيام قليلة اعتزالها اللاعب، اكتفت بما قدمته مع الشياطين الحمر طيلة الأعوام الماضية. مي هشام صاحبة الثلاثين ربيعا قررت الخروج من الباب الكبير والاعتزال وهي في قمة عطائها، وذلك وسط مطالبات من الجهاز الفني ولاعبات الفريق باستمرارها معهن لأعوام عديدة، لا سيما وأنها تحافظ على لياقتها البدنية والذهنية سواء كان داخل الملعب أو خارجه. قائدة سيدات يد الأهلي بدأت اللعب داخل جدران القلعة الحمراء منذ عام 98 قبل أن يتم تصعيدها للمشاركة مع الفريق الأول بدور المرتبط، ثم خطت خطوات سريعة مع الفريق الأول منه إلى المنتخب الوطني بالرغم من وجود عناصر كثيرة مميزة تلعب بيدها اليسرى في مركز الجناح الأيسر، علما أن مي هشام تجيد اللعب باليد اليمنى. لكن الإصرار والعزيمة والتحدي كانت الشعارات لإثبات النفس والمضي قدما نحو التألق رفقة الأهلي والمنتخب الوطني. حصدت مي هشام عدة ألقاب شخصية منها أفضل هدافة في البطولة العربية للأندية، كما أنها اختيرت من قبل ضمن أفضل لاعبات بطولة إفريقيا سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية. تتمنى الجماهير الأهلوية لقائدة يد الأهلي التوفيق في خطواتها المقبلة سواء كانت إدارية أو فنية. فمي هشام تعشق الفانيلة الحمراء، تدين بالفضل للأهلي، أكدت أنها ستعود يوما ما لرد الدين للمارد الأحمر والعودة للعمل داخل جدران القلعة الحمراء من جديد. مي هشام صائدة البطولات مع يد سيدات الأهلي. زي ما شفنا قدامنا صائدة البطولات فعلا، بس خد القرار مفاجئ بالنسبة لي أنا شخصيا. كان قرار مفاجئ جدا إن مي هشام كابتن نادي فجأة طلع قرار وفجأة تعتزل وفجأة تترك المجال الرياضي أو تترك الإنجازات والبطولات في داخل النادي الأهلي عشان تطلع للمستقبل اللي هو هتحكي عنه دلوقتي معانا. كابتن مي قرار مفاجئ صادم ليه أنا شخصيا بصراحة. أيوه صح. ليه أخدتي القرار ده وإزاي أخدتيه؟ يعني ليه أخدتي قرار اعتزال أنت كلنا شايفين إدارة تلعبي وتكملي في الملعب؟ خدت القرار اول ما بدات فتره الاعداد السنه دي. يعني ده قرار اول ما بدات قلت اخر سنه. ليه قلت دي اخر سنه خلاص؟ ليه خدت القرار؟ ما اعرفش، بس حسيت يمكن الواحد برضو ممكن يقول شبع، زهق. جات له حالات يعني نفس الفرق نفس اللعيبه نفس كل حاجه، فالواحد بيخاف لا يزهق، فده يطلع على ما بقاش فيه الشغف اللي الواحد او يمكن في اللعب ما بقى يعني محتاج اقفل وافتح حاجه جديده، اشوف الدنيا فيها ايه. طب سؤال مهم جدا، لما خدت القرار ده اخدتيه مع نفسك ولا حد ساعدك في القرار ده ولا حد ما كان مين كان عارف القرار ده؟ جوزي بس. بس وما كانش موافق. ما كانش موافق كمان. قعد يقول لي فكري. ما كانش عايز فكري واشبعي من الملعب قد ما تقدري، القرار ده ما ينفعش، فكري كويس. قلت له والله انا بفكر معاك بصوت عالي بس يعني ده احساسي وان شاء الله يكون. يعني حتى بابا ما كانش يعرف. ده ما عرفش غير فيلم. ما كانش يعرف خالص. محدش كان عارف.
ايوه يعني يعني اكيد في سبب غير اللي انت يعني لا والله ما فيش خالص. ما عندكش انا بس. حسيت لا انا حسيت هو قرار الواحد يعني كل العوامل حسيتها بتقول لي اني اخد القرار ده بدايه من ان انا عامله موسم كويس تاني حاجه مفنشه السيزون على ارضنا واخدين كل البطولات فكل العوامل بتقول ان انا افنش وانا شكلي كويس واقفه على رجلي الناس تفتكرني بحاجه كويسه دايما كل ده كان قدامي ان انا اخر ماتش هيبقى على ارضنا في النادي دي حاجه كويسه جدا فانت كل ما بتقرب من نهايه السيزون فانت بتلاقي ان الصوره مكتمله بالنسبه لك ان انت القرار بتاعك مظبوط بالظبط. السنه دي النادي الاهلي عمل عقود لسيدات النادي الاهلي حقيقي اتكلم بصراحه حقيقي فلوس حقيقي سيبتي ده كمان حقيقي وقلتي لا انا مش عايزه انا عايزه اطلع بره ازاي حقيقي. مع ان كل الرياضيين المفروض ان ده في احتراف وفي يعني ده مظبوط ده مظبوط يمكن انا عقدي كان 4 سنين كويس انا خدت فيهم سنه واحده بس يعني هو السيزون اللي فات ده بس ايوه ما حدش قال لك حاجه ما حدش قال لي حاجه لا برضه. خالص خالص كل الناس المتابعين لكره اليد في السيدات بالذات كنت بتكلم معاهم كلهم شايفين ان انت خدتي قرار خاطئ لمي هشام الجهاز الفني قال لك ايه كابتن ياسر يمكن اتصدم انا خلصنا اخر ماتش بعدينا بكام يوم كان نهائي 2000 كان نهائي الكاس بتاع مواليد 2000 البنات فكان بيروح يتفرج قلت له حضرتك رايح قال لي قلت له طب انا جايه لك عادي خالص ما حدش عارف حاجه قلت له انا عايزه ابقى اتكلم معاك شويه فهو كان مشغول وبتاع واحنا قاعدين في المدرج قال لي تعالي كويس قعدت دردشت معاه قلت له انا عندي خبر معين بص يعني تيبيكال القعده دي يا كابتن خالد احكي لي انت عارف انت الكواليس كلها بالظبط احكي لي الموضوع تيبيكال برضو كان قبل جوازي قبل جوازي برضو كان في مشاكل وكنت يعني كنت هتجوز بين الدور الاول والدور الثاني وتعتزلي لا واكمل انا كده كده كنت لسه هلعب بس التوقيت رحت اتكلمت معاه قلت له انا عندي مشكله ويعني في بيني وبين كابتن ياسر الصراحه في عمار. مساحه كبيره من ان انا ادردش معاه واحكي له وهو بيستوعبني جدا الصراحه هايل فقلت له انا عندي مشكله وكذا كذا كذا وانا احتمال اتجوز بين قبل البطوله الافريقيه وانا الموضوع ده مقلقني ولحد بقى ما ربنا يبارك له جوزي هو اللي خد القرار وقال لي لا احنا هنأجل لما تخلصي ناخد الخطوه فتيبيكال زي ما قلت له قبل ما اعمل اي حاجه برضو جيت اول ما اخدت القرار جيت اتكلمت معاه قال لك ايه بصراحه قال لي سكت كده شويه فضل ساكت كتير كابتن قال لي انت كل اللي انت بتقوليه ده مقنع جدا وانا مش هعترض ومعاكي اللي انت بتقوليه فعلا اقنعني وحاجه ما اقدرش اقف في طريقك فيها لو انت فعلا جديه فيه قلت له لا انا جديه قال لي بس اصبري احنا لسه ما حدش عارف اي حاجه ولا تشكيلات اتعملت ولا عارفين مين مكمل ولا اي حاجه فاصبري وما تاخديش القرار دلوقتي ولا ورقه ولا اي حاجه غير لما الرؤيه تتضح كويس اديته الورقه يوم الفطار الفطار بتاع النادي هايل اديته الورقه وهو كان عاطف ومضوا الورقه وانا اللي جايبه لهم القلم وانت جبت القلم كمان تخيل بقى قلت لهم انا هشد القلم قولي لي حسيتي مين اكتر واحد كان حزين بقرار اعتزالي بصراحه لا ناس كتير انا على فكره دي حاجه تزعلني بس حاجه تبسطني بص هي مشاعر متضاربه جدا عشان ابقى معاك صريحه يعني الخروج من الملعب صعب والقرار اللي واخداه انا عايز اقول لك ان الاصعب الخروج من الملعب الفرقه الكواليس دي بقى احكي لي عملت ولا احكي لي طبعا ما انا عايز اعرف احنا زي ما انت عارف يا كابتن خالد احنا بالنسبه لنا الموضوع مش مادي اكتر يعني طول عمرنا بنلعب احنا بنحب اللعبه وبنحب بعض كويس فوجودنا مع بعض هو اهم حاجه قصة ان انا ما بقاش بشوفهم كل يوم اتعودنا على بعض معسكرات مع بعض بنتجنن مع بعض بنخرج بعد التمرين مع بعض بناكل مع بعض ماشيين مع بعض على طول كل حاجة مع بعض ده سبب نجاح اعتقد ده اكيد الروح حتى الروح. لو احنا ممكن نكون واقعين فنيا في فترة من الفترات بس روحنا هي اللي بتشيلنا بتشيل كل قدام بالظبط
طب قولي لي السنه اللي فاتت بقى يعني ما خرجش شويه من الاعتزال وهنرجع تاني ليه؟ انا عارف انا عارف الامور صعبه شويه عليكي، لكن خلينا نقول ان موسم السنه اللي فاتت كان موسم ناجح للنادي الاهلي من مواسم الناجحه، وكان في مواسم كتيره سابقه ناجحه، لكن السنه اللي فاتت كان ليها طابع خاص، كسبت كل بطولات السيزون. قولي ايه اصعب بطوله كانت موجوده السنه اللي فاتت في النادي الاهلي؟ السوبر الاخيره. اشمعنى؟ الموسم طول، احنا تعبنا، مش تعبنا بس زهق بقى واخر فتره فالموضوع بيبقى تقيل شويه، بتحس ان وعلى ارضنا لعبنا كل الفرق اللي هنلعبها في الاخر 4 أو 5 مرات قبليها، فالمنافسه شديده جدا. ال 98 لما طلعوا درجه اولى المستويات قربت جدا، وبقى في اضافات قويه جدا في الانديه الثانيه، فبقى في منافسه قويه. شايفه المنافسه بقت قويه مع النادي الاهلي؟ طبعا. وجهه نظري ان المنافسه النادي الاهلي في حته في كوكب تاني، وفرق الدوري في سيادة في كوكب اخر. الكلام ده لا مظهور. لا يا كابتن. ليه؟ زي ما قلت لحضرتك الناشئين، في انديه كتير بدات تهتم بقطاع الناشئين عندها، فبدا يخرج لعيبه كويسه في المنتخبات وبالذات الناشئات والصغيرات واللي هم الصغننين، وما بقاش الموضوع قاصر على الاهلي، لا بقى في مهارات وفي لعيبه كويسه جدا في كل الانديه. كل الانديه وجهه نظر بيه هشام بخبرتك كده وبحكم كابتن النادي الاهلي، مستوى كره اليد النسائيه في مصر فين في الحقيقه؟ في وسط افريقيا اقل حاجه. لا بعيد. بعيد ليه؟ مش بعيد جوه الملعب. يعني لما بنبقى فايقين بنحس الموضوع ممكن. اعتقد كانت بطوله افريقيه اللي اتعملت في النادي كنتوا عاملين مباريات هايله. احنا عملنا ماتشات كويسه جدا جدا، بس بتحس في الاخر باحباط عشان بتخسري. طبعا لازم يكون في استمراريه. رايك كده؟ طبعا. مشاركه مش بس النادي والمنتخب كمان. منتخب مصر ما فيش منتخب مصر سيد. ما فيش منتخب اول، فحتى اللي احنا بنعمله في الصغيرين ما بيطلعش لفوق، فالبنات بتلعب سواء بقى 2002 و2000 او خلاص 98 خلاص ما بيكملوش. تقولي ايه لاتحاد كرة اليد بعد ما هشام بطلت، وتقول لهم ايه لمنتخب كرة اليد السيدات في مصر؟ في ناس على فكرة متحمسة جدا جوه الاتحاد للقصة دي، ويمكن دردشت مع الناس فيهم واكتر من مرة، ونعمل منتخب ويتجمع وما يكملش يعني قبل البطولة. الموضوع اكبر كمان من الاتحاد. الموضوع طبعا الدولار لما عالي جدا، فبقى اقل معسكر بالظبط، بقى بفلوس كتير جدا. بس اعتقد ان وزاره الرياضه ليها دور في ده، اكيد ليها دور مؤثر في اكيد، بس مش هتعمل برضو يعني اكيد الاتحاد برضو هيشيل حاجات جزء. طبعا المشاركه لازم تكون موجوده. بعد كلامك مع الاتحاد المصري او المسؤولين في الاتحاد المصري، شايفه ان في منتخب سيدات هيتعمل؟ يا رب. انا اتمنى. تتمنى؟ اتمنى. لكن مش شايفه ان في بدله امل هتحصل؟ ما اعتقدش. لا مش دلوقتي خالص. هل المستوى الفني في سيدات مصر ما يرتخيش اللي احنا نبتدي نخاطر هذه المخاطره ونبدا الموضوع، ولا نستنى شويه لغايه ما يبقى عندنا منتخب قوي نقدر ندعمه ونطلع بيه؟ ما هو ما فيش اقوى من الصغيرين بالظبط، اللي سافروا بطولات افريقيه واللي خد اول واللي خد تاني وبيروحوا كاس عالم. فاعتقد دي يعني عملنا هولد للفريق الاول واعتمدنا على الناشئات، والناشئات بالفعل نواه وبتحقق. لا يكملوا عشان ما نبقاش بنحبط البنات، ما بصرف النظر عن الفريق الاول او الناس الكبيره، لا دول لازم يكملوا عشان ما ينفعش اسم مصر نلعب في الناشئات وما نكملش فوق. ما نكملش في الكبار. لا ما ينفعش. طيب احنا خلال مسيره النجاح لمي هشام في مواقف حزن ومواقف فرح، في اصعب موقف مر عليكي في حياتي في تاريخ كره اليد المصريه معاكي ايه بصراحه؟ اصعب موقف؟ اصعب موقف يوم وفاه والدتي. وانت في كان عندي ماتش. ده كان اصعب موقف مر عليكي؟ انت مذهول مش مستوعب. يمكن كابتن اشرف شكر الله يرحمه رحمه الله عليه خدني من المستشفى وروحني، وكابتن زولا هو اللي جه خدني من البيت ووداني الماتش ورجعني تاني على البيت. ورحت لعبت وكان لازم نلعب. والموضوع ده كان انا اكتشفت ان بابا هو اللي عمل القصه دي عشان ما احضرش التفاصيل.
بعد ذلك في سكتين يا اما او ثلاث سكك، يا اما بره الرياضه خالص تعملت بره الرياضه خالص، لكن يا اما جوه الرياضه في المجال الاداري او في المجال الفني. تمام. انت بتشتغلي اساسا مديره في التطوير الرياضي السياحي مظبوط كده في وزاره الرياضه. هناخد الترويج السياحي، هتاخدي اي اتجاه، اداره ولا تدريب؟ اقعد في البيت دي صعب. خلاص يبقى دي ملغيه. كويس. خلاص دي صعبه جدا. و يعني جوزك ما قالكيش اقعدي في البيت خالص؟ والله خالص. هو طبيعه شغله كمان مدياني المساحه ان انا اكمل وان انا. طيب خلينا بس هنقف عند دي بالذات. هنخرج لتقرير من رساله مهمه جدا لمي هشام. خلينا نقول لها نشوف الرساله اللي بتوجه لها ايه من رفقاء الجيل. يلا بينا نشوف الرساله ونرجع وترجعوا لنا مره ثانيه. شكلها بالظبط. ربنا معاكي يا حبيبتي في حياتك الجديده، ودايما ناجحه وموفقه، وكل خطوه يبقى فيها الخير ليكي. بحبك جدا وهتوحشيني. هيوحشني كلام معاكي بره الملعب او جوه الملعب. انت قادره ان انت تنجحي في اي حاجه تخشي فيها، فيا رب دايما ناجحه وموفقه. واحنا على وعدنا، انت لو ما جتلناش كل الماتشات اللي هنا هنزعل من بعض جامد، خلي بالك. ما هي اتش هشام عشان يعني دي الحاجة اللي انا بقولها لك سبيشال مني. توحشيني قوي. انت عارفة طبعا ان انا متضايقة قوي ان انت مش تبقي معانا السيزون ده. ربنا يوفقك في حياتك، واكيد بتمنى لك الخير وتبقي معانا على طول بقى وما تسيبناش، وتيجي كده تدعميني ان شاء الله لما انزل زي ما انت بتدعميني في الملعب ومعايا على طول. ربنا يوفقك واتمنى لك الخير ان شاء الله. اوي كابتانه بتاعتنا، هتوحشينا قوي 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 والله. ربنا يوفقك في اللي جاي ويكون خير ليك. بنحبك قوي. كلام مؤثر جدا من نجمات الفريق لمي هشام. شفت الموضوع ازاي؟ رسالة مهمة جدا. هيخلونا عيط بقى، وانت نفسك عايز تعيطني والله. انا لا والله ما اتمناش ده اكيد، لكن اتمناك اكيد في المستقبل اللي جاي قريب جدا. في هو قرار، انا بقول لك قرار. انا شايفك زعلان جدا جدا بصراحة، متضايق ما اكذبش عليك. يعني انا شايف كنت تقدري تلعبي كمان 4-5 سنين 10 سنين كمان، ما شاء الله عليكي بصراحة. ربنا يخليك يا كابتن. والله مش عارفة اقول لك ايه، بس يمكن ربنا مسهلها. في هتاخدي الاداري ولا الفني؟ لا الفني. الفني اشمعنى؟ يمكن بعد ما اخذت القرار جالي يعني منحه منحه تدريب في الهاندبول في المانيا. خير. في لايبزيش، ويعني قلت يمكن كده ربنا بقى بيدينا اشاره ان احنا واخدين الطريق الصح. بالظبط. يعني خلصتي اعتزلتي ما كنتيش تعرفي في لايبزيج؟ لا، وربنا كرمك. انا كنت مقدمه من فتره طويله و والموافقه جت بعد الاعتزال. بعد الاعتزال. شايفه ان الطريق سالك على التدريب؟ يا رب. مش شايفه ان هي مهنه احتراق اعصاب؟ جدا. وهتخوضي التجربه دي؟ نخوض. احنا في النادي بنخوض كل حاجه. قولي لي ايه النصيحه اللي هتقدميها للبنات بعد اعتزال كابتن مي هشام؟ تقولي لهم ايه؟ خلي بالكم على ايه؟ تقولي زي ما هم اديكي رساله، عايزك رساله موجهه لنجمات الفريق. هقول لهم اشبعوا جدا من الهاندبول. انا يمكن اكتر حاجه كانت مؤثره فيا ان انا اسيبكم، يعني اللمه احنا مع بعض والخروج وال... لا كلهم، كل واحده حاله مختلفه. تمام كملي الرساله. فيمكن لا كل واحده فيهم ليها كاركتر، من اصغر واحده لاكبر واحده ليها دور في الفرقه. لا كملوا والعبوا واتبسطوا. انتوا بتدرسوا وهتشتغلوا وهتمروا بحياتكم، واللي هيتخطب ويتجوز، بس هتفضل الهاندبول هي الحاجه الوحيده اللي مجمعانا كلنا. مي هشام هترجع قريب الملعب لكره اليد تاني تدعم الفرقه من بره الملعب؟ انا مدعماهم من غير حاجه. لا مش هسيبهم. يعني هتسافري لايبزيج وترجعي برضو قاعده معاهم في كل ماتشاتهم؟ طبعا هاجي واحضر معاهم. و مش يعني اي حد بيكلمني يقول لي ايه هتسيبينا ومش عارف ايه، قلت لهم يا جماعه انا على قلبكم، انا هروح منكم فين ونروح من بعض فين. شايفه ايه ابرز التحديات للفرقه في المرحله اللي جايه؟ شايفه ان شاء الله مع كابتن ياسر ممكن يخوضوا حاجه
عربية حاجة أفريقية، بس يعني لو خدوا حاجة عربية هيحسوا إن هم موجودين. شايفة إن هي أقرب ليهم للوصول لمصر؟ أقرب كتير، أقرب كتير، أقرب بعيدة عن أفريقية، أقرب أقرب، وهيحققوا فيها إن شاء الله حاجة. إحنا كنا بنتمنى السيزون اللي فات يكون فيه حاجة عربية، بس ما أمكنش عشان ظروف تونس، وكان الولاد لما سافروا حصل موضوع كده بين الأهلي مع الأهلي يعني، وهم في آخر بطولة أفريقية، فالموضوع بتاعنا واقف. بس فربنا كريم. نورتيني وشرفتيني وبقول لك يعني مش مبروك. أنا زعلان جدا، لكن أتمنى أشوفك بإذن الله قريب جدا في المجال التدريبي، وتكوني من أحسن المدربات في مصر إن شاء الله يا كابتن. شكرا يا كابتن مي. ربنا يخليك. أكيد كلنا بنشكر مي هشام على تاريخها في النادي الاهلي، واكيد لها شكرا ونقول لها ربنا يوفقك في اللي جاي. واكيد كل جماهير النادي الاهلي انا عارف ان هي زعلانه بخروج مي هشام، لكن هي دي سنه الحياه، النهارده لعيب موجود، بكره معتزل، بكره مدرب، وهكذا. ان شاء الله نشوفكم دايما على خير في الاهلي ليله كل يوم. شكرا والى اللقاء.